طب ليه قلت حضرتك احمد فتحي ورمضان وما اتكلمش على شريف؟ شريف يعني استخدم طريقه حضاريه شويه من الاول. وبعدين شريف بقى 37 سنه ما عندوش فرصه في اللعب بشكل كبير يعني. وانا عارف انه عايز يلعب يعني طموحه يلعب. فلما يلعب وكمان يبقى فيه مقابل مادي كويس وهيفنش حياته السنتين ولا ثلاثة، اعتقد ان شريف يعني انا موافق ان هو موافق هيلعب في بيراميدز. ساعات بقعد افكر في الحته دي بقى، يعني انت رايح برضو على جيم مش سهل، هينافس اكيد شريف جول كويس يعني. لا لا انا اسف يا كابتن، لا ما هو ما فيش حد انت ما بتكتبش في عقدك ان انت هتلعب. ما هو كابتن انا دلوقتي قاعد بفكر، انا بفكر مع حضرتك بصوت عالي، انا ما اعرفش طبعا كل واحد بيفكر لنفسه في ايه. انا قاعد في الاهلي بنافس وده الاهلي. انا هاخد الخطوه دي كلها عشان حضرتك تقول لي اروح انافس. وبرده في حاجات تانية هفقدها يعني، حتى انا مثلا لما اعتزل وانا في الاهلي غير لما اعتزل وانا في بيراميدز. يبقى انا اكيد رايح لازم يكون عندي ميزه. هو ليه شريف ليه دماغ وانا بحترمها لحد كبير يعني، عنده سيستماتيك كده. بس هو اكيد رايح بوعد هيلعب. مفيش في الكوره وعد، مفيش في الكوره اوعدك ان انت هتلعب. ما ينفعش، ما ينفعش لانه